وبعدين هو أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم في لقاء من داخل الاستوديو. اللقاء يتحدث عن المؤتمر المزمع عقده في الفترة من 13 من شهر فبراير الجاري، وهو المؤتمر رقم 33 للمجلس الأعلى للشؤون، رقم 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. هذه الدورة من دورات عقد المؤتمر، مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بيحمل عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي. والحقيقة أن هذا المؤتمر بينعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور رئيس مجلس الوزراء. هذا المؤتمر بيجذب وفود من 40 دولة من كبار علمائها ومفتيها وقادة الفكر والرأي فيها، فضلا عن المنظمات الإسلامية العاملة في هذا المؤتمر. بيسعدنا أن يكون معنا للحديث عن هذا المؤتمر اثنين من أبرز رواد هذا المؤتمر وحضوره، فضيلة الدكتور عبد الحميد متولي، رئيس مركز التسامح بدولة البرازيل ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أمريكا اللاتينية. أهلا بك دكتور عبد الحميد. أهلا بحضرتك، نورنا. وأرحب أيضا بالدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا دكتور. دكتور أحمد، خلينا أبدأ معك. نعم. عن هذا المؤتمر في دورته 32. نعم. ويمكن العنوان يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي. لماذا حملت هذه الدورة هذا العنوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن نفتتح هذا الصباح المبارك في هذا البلد المبارك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على مبعوث العناية الإلهية وعلى شمس الهداية الربانية، على خير الخلق عندك وأكرمهم لديك وأحبهم إليك، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية اسمح لي دكتور أن أصبح على المصريين في كل مكان وعلى العرب وعلى المسلمين وعلى العالم كله من هذه القناة العظيمة. 200 عالم استجلبتهم وزارة الأوقاف لكي يناقشون قضية في غاية الأهمية، وهي قضية المؤتمر هذا العام. 200 عالم ينطلقون في هذا المؤتمر من مصر، أرض السلام، أرض التسامح، أرض الإسلام، أرض التعددية الثقافية والدينية، أرض المواطنة المتكافئة التي أسسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله. ينطلقون من على ضفاف النيل، ينشرون رسالة سلام للعالم من أرض مصر، أرض الأزهر الشريف، يطلقون رسائل مدوية للسلام من على ضفاف النيل. وهذه إشارة في منتهى الذكاء من السادة منظم المؤتمر وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. المؤتمر هذا العام يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات عقدت خلال الفترة الماضية من 2014 إلى هذه الدورة، هي الدورة 32، والمؤتمر سينطلق غدا إن شاء الله يوم 12. في 40 بحث مشاركين في المؤتمر، 40 عقل من العقول الكبيرة في الأمة الإسلامية أنتجت هذه الأبحاث. هذه الأبحاث بتدور حول هذا العنوان، بتدور حول هذا العنوان، وهذا العنوان يأتي زي ما قلت لحضرتك ضمن سلسلة مشروع فكري تجديدي قامت به وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية، رعاية الإسلام ورعاية السلام ورعاية التعددية ورعاية الإخاء ورعاية السلام من أجل نشر التسامح في كل مكان. ليه تم اختيار هذا العنوان عقد المواطنة؟ عقد المواطنة، احنا طبعا في الفترات الماضية يمكن المؤتمرات اللي فاتت كانت كلها بتركز على قضية التجديد. على سبيل المثال في المؤتمر 23 كان عن خطورة الفكر التكفيري والفتوى بدون علم. المؤتمر اللي بعد 24 كان عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه وطريق التصحيح. مؤتمر 25 كان رؤية الأئمة والدعاء لتجديد الخطاب الديني. جميل. من أرض الواقع وتفكيك الفكر المتطرف. المؤتمر 26 كان دور المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي في مواجهة التحديات، نقد ذاتي ودراسة موضوعية. المؤتمر 27 كان عن دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام
ومواجهة الإرهاب والتحديات. المؤتمر 28 كان عن صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة وآلياتها، وممكن المؤتمر ده كان مؤتمر في غاية الأهمية، ينطلق أيضا من على ضفاف النيل ويطلق رسائل سلام للعالم بهدف خلق بيئة حاضنة للمحبة، حاضنة للفكر الوسطي، حاضنة للتسامح، وبيئة طاردة للإرهاب والتطرف. المؤتمر اللي بعده اللي هو 29 كان ده طبعا كان في 2019 كان عن بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها. المؤتمر 30 كان عن فقه بناء الدول، ازاي نبني الدول وازاي نحافظ عليها. المؤتمر 31 كان حوار الأديان والثقافات، ده اللي هو السنة اللي فاتت. مؤتمر السنة دي بقى كان على عقد المواطنة، عقد المواطنة وأثره ليس في تحقيق السلام المجتمعي أو المحلي فقط، ولكن في تحقيق السلام العالمي. حضرتك عارف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني وصل إلى المدينة المنورة عمل عقد بين شتى مكونات المجتمع، اللي وثيقة المدينة، اللي وثيقة المدينة، عقد اجتماعي نظم فيه علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم، نظم علاقة الإنسان بشتى مفردات الطبيعة والكون. فمؤتمر عقد المواطنة ده السنة، هو مش مؤتمر محلي، مؤتمر صحيح عالمي. صحيح. لذلك أنا طيب. يعني بحيي وزارة الأوقاف على اختيار هذا المشروع وهذا الموضوع بالذات، وطبعا أنا بشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عنايته الفائقة بهذه المؤتمرات التي تأتي في إطار التجديد، دعوة التجديد أو ثورة التجديد في الفكر الديني والتجديد بمفهوم الشامل. طيب في دكتور أحمد، أنا سأعود لحضرتك. نعم. أسأل الدكتور عبد الحميد متولي، وهو رئيس مركز التسامح بدولة البرازيل ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أمريكا اللاتينية. دكتور عبد الحميد، شكل مشاركة حضرتك في المؤتمر إيه؟ بصفتك يعني الدينية في هذه الدولة للبرازيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. في الحقيقة شرفت بهذه الدعوة المباركة التي وجهت إلي من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية لحضوري لهذا المؤتمر 32، وهو بعنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي. في الحقيقة أني ساهمت في بحثي المتواضع في هذا المؤتمر عن التسامح وركائز هذا التسامح في تحقيق السلام العالمي. الحقيقة أن جوهر الدين الإسلامي يرتكز على السماح، جوهر الحضارة الإسلامية أيضا يقوم على السماحة، جوهر المعاملات الإسلامية إنما تقوم على السماحة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. في الحقيقة ما معنى عقد المواطنة؟ هذا يعني جمهورنا والناس بيشاهدونا في كل مكان يعني يحبون أن يطلعوا يعني عن ما معنى هذا العنوان. هذا إنما يعني استقاه معالي الدكتور محمد مختار جمعة عندما اختاره من كتاب الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، في مطلع سورة المائدة. فكان هذا من فقه العالم الفقيه والأديب اللبيب معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الرجل الذي يعني اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الفترة العصيبة. الحقيقة أنها فترة يعني كانت تحتاج إلى رجل بهذه المواصفات. نعم. هل هناك في الإسلام شيء اسمه عقد المواطنة؟ نعم، يعني ده نوع من أنواع العقود. نعم، هو تعبير مجاز. نعم، هذا نوع من أنواع العقود. ولماذا المواطنة؟ كما حدثتنا السيرة الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن لفظة المواطنة لفظة مستحدثة يعني. نعم نعم، ولكنها مستقى من أين؟ عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة ونظر إليها ماذا قال؟ والله إنك لأحب
البلاد إلى الله، نعم، وأحب بلاد الله إلي، نعم، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولكن جاء يعني الوعد من الله سبحانه وتعالى بقوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، نعم، فكان يوم الفتح، فتح مكة، فتح مكة، عاد مرة ثانية إلى الوطن الحبيب. صحيح. يعني حتى وهو في المدينة عندما تألم كثيرا عندما كان يتجه إلى بيت المقدس ويعطي ظهره إلى بيت الله الحرام، فجاء يعني التوجيه الإلهي بقول الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله ما لي أرى الله يسارع في هواك في هواك. قال يا عائشة اتق الله يكن الله في هواك. الله جميل. إذن يعني نحن نحتاج إلى فهم المواطنة بحب الأوطان من مقاصد الأديان. جميل. هو الدكتور أحمد أشار إلى ما يشبه عقد بالفعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وثيقة المدينة. سأعود لك دكتور أحمد في وثيقة المدينة. الحقيقة أنه يعني أصحاب الفكر المتطرف دائما يغضون الطرف عن هذه الصفحة من السيرة النبوية، يعني نعم. حتى شو بيتكلم عن وثيقة المدينة دي خالص، يعني اللي هي تعاقد فيها النبي مع اليهود عليه الصلاة والسلام نعم. وغير وغير المسلمين من الديانات الأخرى، فيما يشبه فعلا عنوان المؤتمر عقد للمواطنة. نعم. يعني فقه هذه الصفحة من السيرة كيف نفهمه؟ بص يا سيدي، هي يعني لما نيجي نشوف وثيقة المدينة لازم نقرر عدة أمور. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى أقر حرية المعتقد. تاني حاجة التعددية بمعناها الشامل ده إسراء الحياة. لماذا جاء بنا ربنا إلى الدنيا؟ جاء بنا ربنا إلى الدنيا لكي يكمل بعضنا بعضا ويساعد بعضنا بعضا ويحترم بعضنا بعضا ويجبر خاطر بعضنا بعضا. ربنا جابنا مختلفين لحكمة أرادها الله. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا كلنا مسلمين. فالتعددية في مفهومها الشامل هي إسراء للحياة، إسراء للحياة وفيها تكامل. ولولا يدفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤمن بهذه القضية، وإحنا كمسلمين مؤمنين جدا بقضية التعددية، التعددية الشاملة، التعددية بمعناها الشامل. والتعددية دي دايما بتذكرنا، التعددية والمشترك الإنساني بيذكرنا دايما بالأخوة الإنسانية التي نعود إليها. نحن جميعا لآدم، نحن جميعا لأمنا حواء. فوثيقة المدينة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لكي ينظم فيها الحقوق والواجبات لشتى المكونات والفئات المكونة للمجتمع الجديد في المدينة كانت رشدا حضاريا مبكرا في تاريخ الإسلام. أقرها النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يعلم الدنيا كلها قضية المواطنة. طب دكتور أحمد خليني ألقي الضوء وأضع المشاهد معي في صورة هذا المؤتمر الذي سينعقد غدا إن شاء الله من خلال تلاوة بعض محاوره. يعني نعم. فالمحور الأول يتحدث عن تطور مفهوم الدولة قديما وحديثا من منظور إنساني. نعم. المحور الثاني مشروعية الدولة الوطنية. الثالث ضوابط عقد المواطنة. الرابع عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات. المحور الخامس التسامح الديني اللي فضيلة الدكتور عبد الحميد سيلقي بحثا فيه. نعم. السادس مكانة المرأة في الدولة الوطنية. السابع عقد المواطنة والحماية الاجتماعية. والثامن عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي. التاسع التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي. نعم. طيب دكتور عبد الحميد، أصحاب الفكر المتطرف أصلا لا يعترفون بما يسمى الدولة الوطنية وهو مفهوم حديث. نعم. مفهوم سياسي حديث للدولة. نعم. بحدودها الجغرافية ومبادئها السياسية. نعم. وبيتكلموا عن مبدأ الأممية، إنه الإسلام أمة واحدة. كيف نوفق بين مسألة إن الإسلام أمة واحدة أو الانتماء للإسلام كدين والانتماء لدولة حديثة؟ نعم. بسم الله والحمد لله. يعني هناك فقه في الإسلام لهذه النقطة؟ نعم. الحقيقة أن هذه الأمور عندما يتحدث فيها الناس لا يستطيع أن يتحدث فيها إلا صاحب العلم والمعرفة. وهذا الجانب هو الذي يعني يجب أن يكون له الوازع الفكري الصحيح الذي يقوم على توعية وتثقيف المجتمعات حتى يفرق الناس بين الخير والشر
وأيضا يجب أن نفهم أن يعني مسألة المواطنة ليس معناها أنها ضد فكرة عمومية الدين، لا، الدين كدعوة، الدين كدعوة، إنما هي دعوة عمومية وعالمية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذه دعوة الإسلام، لكن هذا لا يتعارض مع الدولة التي أنت تسكن فيها. وهذه الدولة التي أنت تسكن فيها، يعني نجد أن معالي الدكتور محمد مختار جمعة يركز في هذه الجوانب، وأعد مؤتمرات وأعد دورات كثيرة لتثقيف الدعاة، وأخذ بأيدي الدعاة إلى تثقيف المجتمع بأن يفهم أن هذا المواطن له حقوق وعليه واجبات. الإسلام فرض على كل مسلم أن يقدم ما عليه من واجبات قبل أن يطالب بما له من حقوق، لكن هذه الفئات الضالة وهذه الأفكار المتطرفة إنما تعمل بما حرم الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات. ما منعا وهات؟ منعا للواجبات وهات للحقوق، يريدون أن يأخذوا حقهم فقط، لكن هل أدوا ما عليهم من واجبات؟ لا، هذا مرفوض. ولذلك يعني الجمهورية الجديدة التي يعني أسسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه، الحقيقة أنها تقوم على كيفية أن يعلم أفراد هذا المجتمع ما له وما عليه، وكل إنسان يستطيع أن يقدم ما له قبل أن يطالب بما يقدم ما عليه قبل أن يطالب بما له. هذا علمنا إياه الإسلام، وهذا الذي كان عليه صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين. طيب دكتور أحمد، يعني أظل في هذه النقطة مسألة تأصيل هذه المسألة، مسألة المواطنة ومسألة حدود الدولة الوطنية كمفهوم حديث، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، هل البحوث كفيلة بإيضاح هذه النقطة؟ لأنه بتلتبس على كثير من الناس. نعم موجود الأبحاث، إحنا عندنا لحد هذه اللحظة 40 بحث وفي 45 دولة مشاركة، رغم على الرغم من أزمة كورونا. يعني احنا دايما العدد ربما كان في قبل كورونا كان بيزيد على ذلك، ولكن يعقد المؤتمر في ظل إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على الناس. قضية يمكن انا قلت لحضرتك يمكن المؤتمر السنة دي ينطلق من المواطنة المحلية إلى المواطنة العالمية. ويمكن البحث اللي أنا مشارك به بعنوان قيم التربية على قيم التسامح نحو ممارسات عملية للتربية على التسامح في إطار المواطنة العالمية. والمواطنة العالمية احنا انتقلنا يمكن من عنوان المؤتمر عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي. فاحنا بننطلق من مصر، ليس مؤتمرا محليا فقط، ولكن المؤتمر يستهدف نشر التسامح ونشر الإخاء ونشر فلسفة الحقوق والواجبات. يمكن المؤتمرات كلها بتستهدف، أو المشروع الفكري اللي عملته وزارة الأوقاف خلال المؤتمرات الأخيرة من 2014 لدلوقتي، بيستهدف أولا خلق بيئة عالمية طاردة للتطرف والإرهاب، خلق بيئة مواتية للمواطنة المتكافئة والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، خلق بيئة حاضنة للتسامح على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، خلق يعني بيئة حاضنة للمسؤولية سواء المسؤولية المجتمعية أو المسؤولية الكونية تجاه مشكلات الكون. يمكن أزمة كورونا بعد ما حدثت وشفنا اللي حصل وشفنا المشكلات العالمية الكبيرة، يمكن هذا المؤتمر يركز على قضية المسؤولية الكونية تجاه مشكلات الكون، المشكلات الكبرى زي الجوائح والأزمات وكذا. طب البحوث دي يا دكتور أحمد، يعني ليه لا تتاح للجمهور بشكل واسع النطاق؟ بالعكس، لأن دي بحوث علمية مهمة على فكرة. يمكن معالي الوزير من المؤتمر اللي فات أخذ الأبحاث، طبعا وضع معايير للأبحاث. المعايير ديت معايير علمية، لازم البحث يكون جديد ويكون يصب في موضوع المؤتمر وإلى آخره. ولكن معالي الوزير كون لجنة علمية من كبار العلماء واختصر الأبحاث وخد الجوانب الإجرائية في الأبحاث ونشرها في مجلة منبر الإسلام ومتاحة للجميع.
نشرت للجميع. بالفعل نشرت نعم, نعم. ملخصات الابحاث نعم. يعني صلب الهيكل العظمي الفكره الاجرائيه في كل بحث كويس. بعيد عن طبعا عن الكلام الكثير وكذا أيوة. بحيث ان اي واحد من الساده صناع القرار في اي مكان في العالم يستطيع ان انا مثلا التربيه على قيم التسامح نحو ممارسات عملية لتطبيق المواطنة أو لبناء المواطنة العالمية. أنا في البحث ده بأطالب بإنشاء الفيدرالية العالمية للتربية على التسامح, ويريد تنطلق من أرض مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, بحيث يبقى لها فروع في شتى أنحاء العالم, ويبقى لها يعني فروع زي ما قلت لحضرتك, ويبقى فيه معايير للتربية على التسامح, ويبقى فيه يوم دولي أو يوم عالمي للاحتفال بالتسامح, ودراسة تجارب الدول التي خطت خطوات رائدة في فكرة المواطنة المتكافئة زي مصر وغيرها وقضية التسامح. الـ 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 الأبحاث السنة دي منشورة بنفس الطريقة, يمكن أكبر شوية من السنة اللي فاتت, ولكن حضرتك الموضوعات كلها موضوعات في غاية يعني الأهمية. هي متاحة مثلا متاحة في مجلة منبر الإسلام؟ لا, متاحة بشكل رقمي, اللي يدخل على موقع المجلس الأعلى هيلاقيها, لأن طبعا المجلات دلوقتي ما حدش بيشتري مجلات يعني, متاحة بشكل بشكل ورقي, ومتاحة أيضا بشكل إلكتروني, ويمكن على موقع المجلس على كل على شتى البوابات الإلكترونية كويس. الخاصة بوزارة الأوقاف تمام. ويمكن معالي الوزير نشر الأبحاث بشكل يعني بشكل متدرج على صفحته الرسمية كويس. ويمكن كل 3-4 ساعات بينشر بحث بحيث يتيح الفرصة على صفحة الدكتور مختار جمعة نعم على الفيسبوك. طيب يعني متاحة إن شاء الله, وبعدين الموضوعات في غاية الأهمية. لا ما احنا موضوعات البحوث موضوعات في غاية الأهمية طيب. وبعدين يعني احنا طبعا نمتاز هذه السانحة لكي نرحب بالسادة الضيوف الذين نوروا مصر من كل مكان من أرض الله نعم. ونتمنى لهم كامل التوفيق إن شاء الله وخروج المؤتمر بالنتائج المرجوة منه بإذن دورة الله. موفقة إن شاء الله. دورة الثانية والثلاثون للمؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي, يبدأ فعالياته أو تبدأ فعالياته غدا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, شكرا لكم. وشكرا لك دكتور عبد الحميد متولي رئيس مركز التسامح بدولة البرازيل ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أمريكا اللاتينية, شكرا لك. شكرا سيادة.